محسن حلمي رجل نقي ذو مبادئ بيحترم هذه المبادئ وفنان ملتزم بيخلص لشغله ولفنه وبيقدم فن راقي طول الوقت. كان فنان جميل من فناني الزمن الجميل زي ما بيقولوا، واحنا تزامنا وتصادقنا خلال المرحلة الجامعية. أنا دخلت الجامعة لقيته موجود ومن مخرجي المسرح الجامعي المتميزين، واشتغلت معاه الحقيقة في أكثر من عمل. محسن حلمي له أيادي بيضاء كتيرة جدا 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 على كتير من الفنانين اللي كانوا شبان لما دخلوا الجامعة، واللي هو تولاهم برعايته وأستاذيته، وكان له دور بارز في المسرح الجامعي وخصوصا في جامعة عين شمس خلال فترة السبعينات. ثم بعد ذلك كان له دور بارز أيضا في مسرح الدولة من خلال أعماله الكتير اللي تزيد عن 30 عمل اللي قدمهم في مسرح الطليعة وفي المسرح القومي وفي مسرح السلام وفي معظم فرق المسرح الدولي. وأنا ما أقدرش أقول غير إن احنا بنعزي أنفسنا في فقد فنان كبير محترم، راجل ذو مبدأ طول عمره بيحترم نفسه ويحترم فنه ويحترم مبادئه، وكل اللي بطلبه اني اطلب الرحمة له والغفران، واطلب ايضا الصبر والسلوان لاهله زوجته الفنانة سلوى محمد علي وبناته وكل اصدقائه